من بين احسن والات الطرق اللي ممكن تحضري بها سمك السردين أه بلا ما او لا تقليه حضري بهالطريقة الطريقه هذه كويره ديال السردين غادي تحمقي عليه وغادي يولي يعجبك وتبقاي ديما ديري بهالطريقة الطريقه كيجي كي ما تشبعيش منه كنطحنوا الكفته كنضيفوا عليها الكمون التحميره الخرقوم البلدي شويه البزار عصره ديال الحامض واحد الفص ديال الثومه محكوك شويه ديال زيت الزيتون قصبور والمعدنوس وشويه الملحه وكنخليو الكفته ديالنا على جنب كنشحروا البصله مع الزيت وكنضيفوا ليها واحد الفص ديال الثومه حتى كتذبل البصله ديالنا كنضيفوا المكون السري اللي هو الفلفله مشوية مقطع مربعات صغيره اربع حبات ديال مطيشه ونفس التوابل اللي درنا في الكفته كنضيفوا شويه الماء وواحد المعلقه ديال مركز الطماطم وكنخليوها حتى كتغلى من بعد كناخذوا الكفته ديالنا وكنستفوها على لاصوص ديالنا اللي كتكون وجدات وكان واحد الطريف ديال الحامض وكنخليوها كطيب هاد الكفته هاد الكويرات ديال الكفته ما كياخذوش كي لينا الوقت بزاف وكنحركوها غير هكا كنهزوها بيديا من يديها وكنميلوها باش ما يتحلوش لينا الكويرات